فيه. يعني كأنه الغرب قال أنا هأمن الحاجات الاستراتيجية بتاعتي غاز وبترول، وبقيت ليبيا موتوا بعضنا فيها. جم في فترة بقى من حوالي سنتين قالوا لا ده ليبيا لازم بقى تتقدم ونقوم بعمليات عسكرية. حقيقي مصر قالت أبدا، لأن لو دخل القتال في ليبيا هتبقى زي العراق وسوريا وانتهت. وحقيقي نجحت مصر في هذا، والسيد الرئيس السيسي كان مصمم على كده، واول ما جاء ترامب في السلطه حقيقي ساعده في كده، واصبح النهارده الغرب بدا يتبنى السياسه المصريه ان الليبيين يحلوا مشاكلهم بايديهم. يعني كان في مرحله ما كان في تفكير ان تتدخل قوات غربيه من اجل حسم الصراع لاحد الطرفين. بالظبط. فاحنا وقفنا ورفضنا هذه المساله، وقلنا دي مشكله ليبيه، ليبيا تتحل بطريقتهم ونجحنا. ابسط نجاح على كده ماكرون اللي هو رئيس وزراء فرنسا الاسبوع اللي فات قابل رئيس الوزراء الليبي وقابل حفتر اللي هو قائد السراج. طبعا ليبيا فيها ثلاث عناصر دلوقتي، فيها برلمان منتخب، فيها السراج وده نقول وزارة توفيقية، ثم الجيش الليبي بقيادة حفتر. مصر ليها ثلاث حاجات في ليبيا. واحد، لا تدخل عسكري من اي دولة في الخارج، والحمد لله نجحنا.